تاني موضوع عايز اتكلم معاكم فيه، اللي هو الموضوع اللي اتكلمنا فيه امبارح بالتفصيل الخاص بموضوع الزمالك والدفاع الحسني الجديدي. ردود الافعال قوية جدا على هذا الموضوع منذ ان تحدثنا به الحمد لله رب العالمين وذكرناه. وخلينا نعاود تاني ونقول لكم الحمد لله انا صاحب هذا الانفراد من اكتر من 6 اشهر او 8 اشهر او 10 شهور كمان، عندما استضفت الاخ العزيز المحترم صلاح الدين مقترض المتحدث الرسمي باسم الدفاع الحسني الجديدي. والاخ صلاح الدين مقترض المتحدث الرسمي باسم الدفاع الحسني الجديدي النهاردة بعت لي رسالة، وبعت لي مع الرسالة الخطابات التي وصلت الدفاع الحسني الجديدي من الفيفا، وكمان كلام كتير جدا اتكلمنا فيه بشأن الحكم الصادر لصالح الدفاع الحسني الجديدي بحقيته في نسبة 5% و30,000 يورو مكافأة مستحقة، بالإضافة إلى نسبة 5% من تاريخ 19 أغسطس 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي والخاص بتعامل الدفاع الحسني الجديدي مع نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك كان امتنع عن التعامل والدفع النسبة في تعاملاته مع الدفاع الحسني الجديدي، إلى أن قررت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس الاثنين قبول طلبات نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي في شكوى ضد نادي الزمالك وتغريم الزمالك 30,000 يورو كمكافأة مستحقة، بالإضافة إلى فائدة إعارة نسبة 5% من تاريخ 19 أغسطس 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي. وكانت المفاجأة أن الغرفة فض المنازعات أو لجنة فض المنازعات وجهت توبيخ شديد اللهجة للزمالك وقالت له أن يعني عليكم أن تحترموا تعهداتكم وتعطوا كل ذي حق حقه، لأن مشاكلكم لدينا في الفيفا مشاكل كبيرة جدا مما يسيء إلى سمعة نادي الزمالك ويسيء إلى اسم نادي الزمالك العظيم. وقال لهم لازم تدفعوا مستحقات الدفاع الحسني الجديدي خلال 45 يوما اعتبارا من الإخطار اللي هيبعته الدفاع الحسني الجديدي. طبعا الزمالك سيتعرض إلى عدم قيد 3 فترات في حالة عدم دفع 30,000 يورو للدفاع الحسني الجديدي ونسبة 5%، وكمان بعد كده تتغلظ العقوبة. وعايز أقول حاجة، إن ما ينفعش إنك أنت كمان تتغرم وما تدفعش، لأن أنت بتتغرم وتتعاقب وتدفع، يعني هتتحرم من قيد 3 فترات متتالية وهتدفع، وبعد كده خصم النقاط وهتدفع، واخد بال حضرتك؟ يعني كل الحاجات دي وهتدفع غصب عنك. كلمت المسؤولين في نادي الزمالك عشان اجيب رد ضمن سياستي الجديده، اللي انا بحاول بكل ما اوتيت من قوه ان نبدا صفحه جديده مع الكل. كلمت الكابتن حسين لبيب مردش رئيس نادي الزمالك، كلمت الدكتور حسين السمري مردش عشان اجيب منهم رد رسمي من على الكلام اللي اتقال بالامس بشان هذه القضيه. وكلمت المسؤولين في الدفاع الحسني الجديدي، وتم تكليف الأخ صلاح الدين مقترض المتحدث الرسمي باسم نادي الدفاع الحسني الجديدي ليكون معي في هذا الانفراد المهم عبر الهاتف من العاصمة المغربية الرباط. وده انفراد مهم جدا، هنسأله ونتكلم في كذا حاجة بشأن هذا الموضوع، ومتى سيرسلون إلى نادي المطلوب مبلغ، متى سيرسلون إلى نادي الزمالك وكيف سيتعاملون مع قرار الاتحاد الدولي ولجنة فض المنازعات في الفيفا؟ وده كلام مهم جدا بنحاول نعرفه منهم. أول ما كلمتهم
كلفه الأخ صلاح الدين مقترط وكلمته وقال إنه خلال أيام سيتم إنهاء هذا الأمر وأنهم سيخطرون نادي الزمالك خلال ساعات. سيخطرون نادي الزمالك خلال ساعات، ومنذ الإخطار هيكون في فترة زمنية 45 يوم زي ما قالوا لي المسؤولين في نادي الدفاع الحسني الجريدي. ال 45 يوم دول لو الزمالك ما دفعش فيهم ال 30,000 يورو وما التزمش بنسبة ال 5% هيبقى تنفيذ العقوبة الخاصة بعام القيد لثلاث فترات متتالية. المسؤولين في نادي الزمالك احنا مش عارفين موقفهم ايه، لان هذا الموضوع النهاردة سألني فيه زملكاوية كتير قوي، يا ترى هيدفعوا ولا ليهم حق في التقاضي؟ عشان نبقى بنتكلم من جميع الاطراف، هل للزمالك حق في التقاضي؟ فكان لازم نجيب زميلنا الاستاذ علاء حمام ونسأله، يا هل للزمالك حق في التقاضي في أزمة الدفاع الحسني الجريدي؟ وهل الزمالك سيتواصل مع الدفاع الحسني الجريدي؟ الحمد لله احنا النهاردة انفردنا وكلمنا المسؤولين في الدفاع الحسني الجريدي وادوني هذا التصريح الانفراد انهم خلال ساعات سيخاطبوا الزمالك ومصممين على اخذ حقهم في 30,000 يورو ونسبة 5% من اعارة اللاعب، وانهم لن يتخلوا عن مليم واخطرونا. الاخ صلاح الدين مقترط المتحدث الرسمي لنادي الدفاع الحسني الجريدي قال لم يتواصل معنا اي حد من نادي الزمالك حتى الان.